السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله. الأولولك النهاردة لا يشمل كل الروسيات طبعا، ولا يشمل كل الروس نساء ورجالا، ولكن هي الحالة العامة التي سوف تواجهها وتجابهها في هذا البلد السعيد. طبعا الأحوال حاليا لا تجعله بلد سعيد قوي، ولكن يعني في الأعم الناس هنا بتعرف تسعد نفسها كويس قوي. المهم، لما تيجي في هديك أبسط مثال ناس كتير بتعرض ليه، جاي بتقدم على الوظيفة، اللي بتكلمك في التليفون غالبا على الوظيفة بتكون واحدة ست، 10% ممكن يكون راجل. في العمل عموما، لو مديرك حسب مجال العمل الصراحة غالبا بتكون مديرتك واحدة ست، بتاعة الـ HR بتكون غالبا واحدة ست، ده في العالم كله على فكرة مش روسيا بس. الموظفة اللي بتعمل لك الإقامة وباشر معك الإقامة المؤقتة والدائمة والجنسية، الجنسية الروسية يعني، بعد ما تاخد الإقامة الدائمة أو أيا كان الوسيلة اللي هتاخد بها الإقامة أو الجنسية، هتلاقي غالبا موظفة واحدة ست، حتى لو كان مكان خاص أو مكان عام. الرجال هتلاقيهم هتقابلهم في مواقف قليلة جدا، ولكن في الأغلب إذا كان اللي بيعمل معك الانترفيو راجل، فغالبا هيكون شوية عنيف ستريكت كده، ولكنه من جواه طيب جدا في الأغلب، وغالبا هتاخد الوظيفة لما يكون راجل. لكن لو يكون واحدة ست ممكن تجاب كويس وتبقى تمام وتترفض. فالستات ممكن تبقى طيبة وحنينة معاك جدا، ولكن وقت القرار غالبا هيكون قرار عنيف، او تقولك ماشي احنا ممكن وافقنا انك تشتغل عندنا، ممكن تقولها لك بطيبة حنان، محمد احنا وافقنا ان حضرتك تشتغل عندنا بس معلش المرتب اللي احنا اتفقنا عليه هيقل شوية، هتقولها لك يعني بشياكة وبتاع ده بس بتخربقك يعني، ومعلش مش هتشتغل معانا مباشر عن طريق بقى ايه بادرابوتكا كده يعني. فعرق يعني، الستات على قد ما هم في البلد دي حنينين حفلطين، بتقابلك كويس بتكلمك كويس تليفون، على قد ما هي شريرة جدا في القرارات وعنيفة، وبيصدروها احيانا لما يبقى الرجال مش عايزين هم اللي يقولوا لك الصدمة، بيخلي واحدة هي اللي تكلمك تقول لك معلش انت اترفضت، او معلش احنا هنمشيك من الشغل، لا معلش الطلب بتاعك في البنك ما اترفض كنت مقدم على حاجة، او اخترنا حد غير. يعني هتلاقي الصدمات معظمها او المشاكل في الاقامة بقى، في الجنسية، في اي حاجة، في اي موظفة عمومية، التظلم اللي قدمته اترفض، مش عارف القضية اللي عليك انت لبستها خلاص انت هتتحبس يا. فعارف كل الاخبار السعيدة هتجيلك عن طريق واحدة ست، هي الغير سعيدة انا بضحك يعني، الاخبار الغير سعيدة غالبا هتكون واحدة ست اللي بتزفها لك في روسيا. الرجالة معظمهم في مجال العمل وفي مجال الشرطة والتقاضي والحاجات اللي هي فيها رجالة كتير، وفي مجال الاي تي برضو بالأحرى، الأخبار الحلوة والمقابلات مع الرجال غالبا بتكون نتائجها مثمرة، وغالبا بتلاقي الراجل مهما كان إتم وبتاع ده لكن من جواه طيب، تفاجأ الإتم ده كتب فيك ميل محترم كده وقال لك الراجل ده تمام ومية مية وحنشتغل مع بعض 20 سنة. ف ما على قد ما يعني الازدواج في الشخصيه قد ايه واحده طيبه وحنينه جدا، وتيجي ايه تخزوقك في فلوس في بيزنس في بتاع، او تبعت فيك ايميل سيء جدا، وعلى العكس راجل شرير وبتاع ده، او ممكن يبان ان هو متزمت شويه لكن تلاقيه يحترمك حتى لو رفض طلبك او كل حاجه، بس على الاقل في يعني مش زي الستات كده مثلا، الستات يعني تقول لك الخبر الغير سعيد وتقفل الباب في وشك مش عايز تتكلم معاك تاني. الراجل ممكن ياخد ويدي في روسيا، انا بتكلم على روسيا، وفي الاغلب مش كل الناس، في الاغلب اللي هو مثلا ما اعرفش النسبه كام يعني، بس كتير قوي من الرجاله ممكن ما يوافقش على طلبي، ما نتفقش، والراجل كان ايتم وكل حاجه، وبعدين نبعت ايميل تاني يرد او يتصل بيه بالتليفون يتكلم عادي وكويس وبتاع، يقول لي طب ماشي نعمل قعدة تانية ونشوف الدنيا فيها ايه، واجيب معايا مدير كذا
يمكن يقتنع، بيحاول يساعد في أخذ وعطى، لكن الستات هرابة على طول. حصل عدم الاتفاق بعد كده تقول لك معلش مش عندي بقى، اكلم المدير وبتاع، او ما تردش على التليفون او ما تردش على الايميل، منتهى قلة الذوق. فده في البيزنس مثلا، يعني وسط عالم البيزنس في روسيا وفي التجارة حتى، مش في مجال البيزنس بتاع الاي تي مثلا او الجانب المهني، مشهور عن الستات انها بتعمل كده. لا كمان مشهور عن بعض الدول اوروبا الشرقية ان الستات الروسيات بتعمل كده، يعني شهرتهم ما شاء الله عدت الحدود. طبعا انا مش شايل من حد بعينه على فكرة عشان اعمل، عشان كده اعمل لها الفيديو ده، لا طبعا، لان اولا انا بتكلم على روس يعني، فاللي هم ما بيشوفوش القناة دي، يعني الروس اللي بيشوفوا القناة ده يمكن لو ما بيعرفوا العربي لا يتعدوا 10 يعني، عشان بس ينبقى في الصورة 10 اشخاص، منهم شخص انتوا تعرفوه يعني ايه جه معايا في فيديوهات قبل كده، فده الروس اللي بيشوفوا القناه. فانا مش عامل الفيديو ده لحد، ولكن انا بوصف لك حاله ومش تجربتي انا الشخصيه بس، لا ده حاله عامه على الاغلب فعلا. بيقول لك الستات عايز تاخد منها او يعني تعمل معاها شغل كويس، خليك اتم زي ما هي اتمه بالظبط. يقول لك بس هي بتعاملني كويس وبتاع، معلش هي بتعاملك كويس وبتاع ده، بس خليك انت ايه واخد البوز بتاعك كده، فساعتها هتاخد منها شغل كويس، لكن هتلاقيها متبسطة معاك فانت كمان تتبسط معاها، تقول لك يا احمد يا محمد والله يعني انت قعدتك كانت جميلة والانترفيو كان جميل ولا مش عارف ايه. خليك برضو ايه عنيف معاها، ما تبقاش لين كده وتقول لها اه وانت كمان قعدتك حلوة. لو قلت لك كلمة حلوة بتشكر فيك قول لها شكرا كتر خيرك وخلاص، لا تجامل ولا بزرة الدنيا. المهم كلامي خلص، ربنا يكرمكم ان شاء الله وتشوفوا الحاجات دي بعينيكم. انا مش قصدي ان كل اللي هتقابلهم هيكونوا بالمنظر ده، بكرر للمرة الالف، ولكن الاحوال العامة بتقول كده، الشكل العام والنتائج العامة والناس الخبرات اللي انا بشوفها والناس اللي بقابلهم كتير كلهم عندهم نفس المشكلة، مش بس روس، لا كمان من غير الروس، من الالمان، من اي حد اشتغل مع الشركات الروسية قبل كده، يقولك بص افضل اتعامل مع راجل ولا اتعامل مع ست. الراجل ممكن يكون في التكنولوجيا ممكن ضعيف شوية، بيتغاب عليا شوية، ولكن الست ما تبقاش فاهمة وتعمل فاهمة، ما تبقاش موافقة وتبتسم في وشك، ما تبقاش عايزة العرض بتاعك ومع ذلك بتقولك لا سمعني للآخر، قالك يعني تضيع وقتك، ممكن تضيع عليك ديل، ممكن تضيع عليك فلوس، ممكن تنافقك، ممكن ممكن ممكن. لكن قالك الرجالة غالبا الروس ما بيلفش ويدور كتير، اللف ودوران بتاعه ممكن في التأجيل في الإرجاء، ولكن في النهاية كلمة واحدة. لكن الستات ربنا يستر، ربنا يعينك على ما بالك لو وقعت في مديرة روسية بحالات، لكن في نوع ممكن 20% ممكن 30% ما أعرفش مظبوطين، يعني ناس على تظبطهم مع الساعة، ناس محترمة جدا، وبتلاقيهم يعني ما بتلاقيهم بصراحة ممكن تديهم مرتب عالي جدا من كتر ما هم نادرين. كلامي خلص، يا رب الفكرة تكون واضحة وتفيدك في المستقبل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، حفظ الله، السلام عليكم.